في ايه؟ بص لي كده ليه بلعب في الساعه عادي جدا؟ عايز فيديو هتعمل لايك من اولها كده، اصلا مش تعمل لايك خلاص مش هعمل فيديو. اعمل لايك ماشي يا عم، يلا بينا. ازيك عامل ايه؟ مين فينا ما سمعش عن موبايلات شاومي يا جدعان؟ انت لو حد مالوش اصلا في التك لازم يكون سمع عن الشركه الغريبه دي. كل نص ساعة قبل كده كانوا بينزلوا موبايل جديد، وعايز اقول لك بيسموا الموبايلات تسميات غريبة من كترهم، وحتى الاسماء بيتلخبط بيها بتوع التك نفسهم، ما بالك بقى حد لو عايز يشتري واللي هو محتار جدا بقى وقتها. فده فيديو للشخص اللي محتار يشتري موبايل شاومي ولا بوكو ولا ريدمي، هما 3 واحد على فكرة، ومش عارف ايه الافضل في كل فئة سعرية، عشان حرفيا كل دلوقتي حوالي 400-500 جنيه لازم تلاقي موبايل من شاومي، موبايل منافس جدا كمان. في برضك عندهم موبايلات تانية قيمة مقابل ضحك لسه السنة دي بس على طول، فهنقول عليها في الفيديو. في الاول كده شاومي عندهم 3 اسماء رئيسيه للموبايلات، اولهم شاومي وده البراند الام، واثنين سب براند واللي هم ريدمي وبوكو. والموبايل اللي بيتكتب عليه كلمه شاومي بيكون دايما افضلهم. هنا جمعت لك افضل هواتف من شاومي اللي فعلا تستحق تستثمر فيها كل جنيه من فلوسك من غير ما تندم بعدها. بس قبل ما نبدا على طول، ما تنساش تعمل اشتراك او سبسكرايب وتفعل الجرس عشان ما تفوتكش اي فيديو جديد انزله، وما تنساش تدعم النوار بلايك للفيديو. طيب قبل اي حاجه كده يا جدعان، عشان نبقى على نور، حابب انوه ان جميع الاسعار هي وقت التسجيل الفيديو، ان الاسعار الايام دي مش مستقرة خالص، يعني بتتغير باستمرار كده كل كام يوم. وحاول ان شاء الله نثبت الفيديو ده بحيث نعمله برضو جنب فيديو افضل هواتف بشكل شهري. اول فئة سعرية معانا وهي من 3000 جنيه ل 4000 جنيه. يا جدعان فئة الموبايلات الميتة، معلش يعني خليني صريح كده، في موبايلات هنا كسر كتير ومش عارف هتصدقني ولا لا، بس الفئة دي اللي كانت اصلا قبل كده تحت ال 2000 جنيه، شايف الفرق؟ افضل اختيار هنا من شاومي في الفئة دي هو ريدمي 10 سي، يعتبر موبايل الى حد ما اقتصادي جدا خلي بالك، ولكن في برضك بعض مميزات من الفئه المتوسطه زي ايه عم منور؟ زي ان المعالج هنا يعتبر كويس، سناب دراجون 680، نفس المعالج ده على فكره موجود في ريدمي نوت 11، بيقدم لك برضو البطاريه الكبيره ال 5000 ملي امبير مع الشحن السريع ال 18 واط، والشحن في العلبه بنفس السرعه. لو انت بقى بتحب اللي هي الشاشات الكبيره، فريدمي 10 سي بيقدم لك هنا شاشه ضخمه 6.71 بوصة يا جدعان، من نوع IPS LCD، اي نعم 720p بس اللي هي يعني مش Full HD Plus، فده مش هيدينا اعلى دقة مشاهدة، بس زي ما قلنا في الاول انا ما هيدتلك كده وقلتلك ايه ده موبايل اقتصادي، بس يعتبر الحقيقة معلي كتير على الفئة بتاعته. باقي الفئة مضروبة بالنار، 2 جيجا رام 32 جيجا مساحه داخليه، بيستعبطوا اقسم بالله في 2022 مفيش الكلام ده، موبايلات غريبه وعجيبه، خساره ان انت يعني تدفع فيها فلوس اصلا. الموبايل ده بيقدم لك كاميرتين، والاساسيه 50 ميجا بكسل وكاميرا اماميه 5 ميجا بكسل، وبتتحرمك دعم من حاجه زي الاستيريو سبيكرز، ودي حاجه مهمه جدا عندي عشان يقللوا طبعا في نقطه التكلفه. نسخه 4 جيجا رام مع 64 جيجا مساحه داخليه، فئه بقى من 4000 جنيه لاقل من 5000 جنيه. اول فئه ممكن تمسك فيها موبايل اللي هو يكون كويس يا جدعان، وتقدر بقى ايه تعتمد عليه بشكل مبدئي. اخترت لك هنا موبايلين، شفت مروق عليك مش واحد بس، ريدمي 10 العادي، وده موبايل اصلا 2021 خلي بالك، بس انا مختاره هنا لاكتر من سبب قوي، على رأسهم ان المعالج ميديا تك هيليو جي 88، كويس المعالج ده على فكره في الجيمز بالنسبه انه معالج موبايلات اقتصاديه. ايوه احنا لسه ما زلنا مكملين هنا في الفئه الاقتصاديه. كمان شاشته 6.5 بوصه اللي هو فول اتش دي بلس كمان من 720 بي زي الموبايل اللي فات، وضيف على كده بقى السلاسه كده في الموبايل بفضل الشاشه ال 90 هرتز. موبايلات يا جدعان 2021 اللي مش عارف كانت احسن موبايلات شفتها بصراحه، كانت السنه ذهبيه، انما 2022 سنه مضروبه بالنار. الموبايل ده بيقدم لك تجربه الاستيريو سبيكرز احسن بكتير من السبيكر الاحادي، بالاضافه لاربع كاميرات والاساسيه 50 ميجا بكسل، طبعا ما يغركش العدد يعني، والكاميرا السيلفي هنا 8 ميجا بكسل. وعشان شاومي بقى ايه تدعم الاداء في الموبايل ده، ف سندته ببطارية حلوة 5000 ميلي أمبير مع الشحن السريع 18 واط، مع ان شاومي يعني 18 واط مش اسرع حاجة دلوقتي، بس قشطة ماشي احسن من سامسونج ال 15 واط. والموبايل بيجي ب MIUI 12.5، والتصميم برضو يعتبر شيك جدا، وان كانت نقطة التصميم ده اصلا يعني اذواق في الاول وفي الاخر. سعر ريدمي 10 العادي دلوقتي 4250 جنيه، 4 جيجا رام مع 64 جيجا مساحة داخلية، ودي خلي بالك باخر تحديثات الاسعار. والموبايل التاني يا جدعان هو ريدمي نوت 11، اول موبايل نزل مصر من عائله ريدمي نوت 11، بيتميز بالشاشه الاميلد الرائعه واللي بتقدم تجربه مشاهده تعتبر كويسه جدا مع توفيل البطاريه، وبرضك السطوع يعني عجبني تحت اشعه الشمس المباشره اخيرا بشوف من غير مشاكل، والشاشه بمعدل تحديث او ريفرش ريت 90 هرتز، وده بيضيف طبعا على السلاسه بتاعه الموبايل في التنقل او السكرولينج في التطبيقات. ضيف على كده بقى الشحن السريع جدا 33 واط،
والبطارية الكبيرة ال 5000 ملي أمبير واللي بتقعد أكتر من يوم يا جدعان، بفضل الشاشة الأمليد ومعمارية بردك المعالج الحديثة هنا. وبالكلام عن المعالج، فريق من نوت 11 بيقدم لك معالج ستاب دراجون 680 مبني على معمارية 6 نانومتر، مع إنه مش أقوى حاجة في الأداء لو أنت جيمر، بس يعني بيشغل بصراحة الجيمز التقيلة على الأعداد المتوسطة، بس بيقدم التجربة المستقرة. الموبايل ما فيهوش تقطيع أو تنتيش في الألعاب. تصميم برضو الموبايل يعتبر شيك قوي، ويعتبر موبايل صغير ووزنه خفيف قوي على فكرة، فلو دي حاجة من الحاجات اللي انت بتفضلها. وضيف على كده برضو ان الشاشة هنا محمية بجوريلا جلاس الاصدار الثالث، والموبايل ضد رذاذ المية. يجي باربع كاميرات والاساسية 50 ميجا بكسل، واكيد كلنا عارفين ان رقم الميجا بكسل يعني مش بيعني شيء اصلا. وكاميرا السيلفي في الموبايل ده 13 ميجا بكسل، بالاضافة لكاميرات شاومي بقى عاملين ستيريو سبيكرز والاي ار بلاستر وكده. وطبعا كنا عملنا كذا فيديو على الموبايل ده، ممكن تتفرج عليهم لو حابب. ويعتبر بيقدم توليفة كويسة جدا في فئته السعرية. سعر الـ Note 11 دلوقتي 4700 جنيه، 4 جيجا رام ب 64 جيجا مساحة داخلية، ودي أقل نسخة. الفئة اللي بعدها من 5000 جنيه لأقل من 6000 جنيه، ودي تعتبر كانت فئة 3000 4000 السنة اللي فاتت. يعني نقدر نقول كده لو بالتقريب في زيادة هنا حوالي 2000 جنيه لما تيجي تشتري موبايل جديد دلوقتي. الفئات عالت قوي. مش بقفلك بصراحة من شراء الموبايلات ولا حاجة، ولكن دي عشان الأمانة يعني أقول لك ده مش أفضل وقت خالص للشراء دلوقتي. وإحنا نتمنى إن الشركات تظبط الأسعار شوية، أو على الأقل لو مش هتظبط السعر يبقى نزل لنا بقى موبايل الموبايلات اللي هي مش لينا، ها؟ موبايلات بتنزل بره، الفلاج شيب كيلرز اللي بتبقى في حتة ثانية خالص. مثلا موبايل تحفة نزل واتكلمنا عليه من كام فيديو، بوكو اكس 4 جي تي، عتاد جبار وتحت ال 6000 جنيه، يعني حاجه خرافيه. هسيب لك الرابط بتاع الفيديو بتاعه اللي اتكلمت عنه في الديسكربشن وتتفرج عليه. بقول لك ايه، على فكره انا حاسس ان انت مش عامل لايك، انزل بسرعه يلا اعمل لايك، يلا مش هاخد منك اقل من ثانيتين يعني، تقدير للمجهود يعني. عملت لايك عملت لايك خلاص يلا نكمل. برشح في فئه ال 5000 جنيه ريدمي نوت 11 اس. الموبايل ده يعتبر احسن موبايل في السلسله دي السنه دي من ناحيه القيمه مقابل السعر، وكمان الافضل في فئته السعريه. معالج ممتاز في الاداء والجيمز، وهو الهيليو جي 96، وان كنت متحفظ بصراحه على المعماريه القديمه بتاعته، بس يعتبر يعني اعلى من المنافسين بنفس الفئه السعريه. بيقدم لك كمان الشاشه الاموليد 90 هرتز عشان السلاسه، يعتبر زي شاشه اخوه الاصغر الريدمي نوت 11، وعليها برضو ازاز حمايه جوريلا جلاس الاصدار الثالث بس. والمميز برضو يا جدعان ان هم اضافوا كاميرا 108 ميجا بكسل بالاضافه لكاميرا الترا وايد مع كاميرا اماميه احسن 16 ميجا بكسل. ومن سلبيات بقى ريدمي نوت 11 اس ان الصوت بتاع السبيكر واطي يا جدعان. ليه كده يا شاومي؟ ليه؟ بس ده ما يمنعش بقى انه ايه بيجي بالستيريو سبيكرز يا جدعان، يعني تجربه ايه محيطيه كده، حاجه بيرفكت في الصوت. وبيشحن من 0% في ساعه واحده بس بفضل الشاحن 33 واط، بيرفكت يا جدعان. والبطاريه الكبيره 5000 ملي امبير. سعر الموبايل دلوقتي 5900، 6 جيجا رام مع 64 جيجا مساحه داخليه. الموبايل اللي بعده بوكو ام 4 برو، بيقدم لك الشاشه الاموليد اللي هي حجمها اقل من المتوسط شويه، تميز بيه ريفرش ريت 90 هرتز، ازاز حمايه جوريلا جلاس الاصدار الثالث. مش عارف قبل كده شاومي كانت بتحط لنا اصدار خامس في معظم الموبايلات، دلوقتي نزلت شويه مش عارف ليه، عمالين بيوفروا الايام. المهم الاصدار الثالث برده كويس، بيحمي الشاشه من الخدشات ومن الخبطات البسيطه. يقدم لك اس او سي او معالج هيليو جي 96، ممتاز في الجيمز بالفئه دي. ولو انت بقى ايه من بتوع التصوير، في الموبايل هنا بيقدم 3 كاميرات والاساسيه 64 ميجا بكسل مع كاميرا اماميه 16 ميجا بكسل، بطاريه 5000 ملي امبير، تعتبر نفس سعه البطاريه اللي بتاخدها من 90% من موبايلات شاومي دلوقتي مع الشحن السريع 33 واط. يو اي 13 طبعا مع البوكو لانشر. وتصميم الموبايل يا جدعان يعتبر مختلف شويه، وفي بقى ايه الاي ار بلاستر عشان تستعب الموبايل بدل الريموت كنترول، والستيريو سبيكرز المحبي المزيكا والعالم الرايق. نسخه 128 جيجا مساحه داخليه مع 6 جيجا رام، ثمنها دلوقتي 5750 جنيه، يعتبر كويس جدا. ولو لاحظ النسخه هنا 628، ودي حاجه مميزه بتحصنك ضد المستقبل. فيت بقى من 6000 جنيه لاقل من 7000 جنيه. ولو انت ملاحظ هتلاقي ان شاومي عامله لك سلم كده، كل ما تطلع 400 و 500 جنيه تلاقي موبايل تاني. ولو مش بيقدم حاجه جوهريه، لو بيقدم ايه يا دوب حاجه او حاجتين زياده بالكتير عن الموبايل اللي قبله، صيعه قوي شاومي دول. وده عشان برضك ايه تسيطر على جميع الفئات السعريه، تقعد تقرف الشركات كل ما ينزلوا موبايل جديد. لو طلعنا شويه هنا بنلاقي ريدمي نوت 11 برو، بيقدم لك شاشه اكبر 6.67 بوصه، وعلى فكره ده اصلا ده حجم الشاشه التقليدي بتاع شاومي من قبل كده. والمميز ان دي مش شاشه عاديه ولكن سوبر اموليد 120 هرتز، ودي كانت من الحاجات النادره قبل كده، كانت ال 120 هرتز دي تلاقيها في اي بي اس ال سي دي، في تعزيز اكبر للسلاسه في الموبايل. وبرده زودوا شويه ازازه الحمايه، وبقى جوريلا جلاس الاطار الخامس بدل ما الثالث في خطوط صغيرين. والميزه الثانيه اللي مراهنين عليها هي الشحن الصاروخي 67 واط يا جدعان،
هما دول اكبر حاجتين مميزين في الموبايل ده، وبيقدم لك برضو الكاميرا 108 ميجا بيكسل وما فيش عدسه للزوم او اي حاجه، سيت اب الكاميرات اللي هو العادي مع البطاريه الكبيره 5000 ملي امبير. واكيد بقى هتستمتع بالستيريو سبيكرز. يعجبني قوي شاومي على فكره ان الستيريو سبيكرز من اول موبايلات الفئه الاقتصاديه لحد الفلاج شيب موجود، وكماليات شاومي الباقيه برضو محافظه عليها، بالاضافه للمعالج هنا ميديا تك هيليو جي 96. سعر النوت 11 برو دلوقتي 6550 جنيه، 6 جيجا رام مع 64 جيجا مساحه داخليه. ونروح للفئة اللي بعديها وهي فئة من 7000 جنيه لأقل من 10000 جنيه، ودي فئة تعتبر الأيام دي بتقدم قيمة عالية مقابل الضحك. أه والله زي ما بقول لك كده، يعني بالسعر غير، لا ده ضحك كتير كمان. طبعا أخوك نوار اتصرف لك كالعادة، أنت فاهم يعني، مش بحب أشكر في نفسي بس اعمل لايك عيب. في بقى إيه موبايل فلاج شيب كيلر بس من 2021، سنة رايقة دي، كان من أفضل موبايلات فاتوا ودلوقتي إيه كميته مش كبيرة في السوق بس عيب يعني دعبست لك عليه شوية كده، هو شاومي 11 تي أو شاومي 11 تي. خد بالك إن ده من البراند الام شاومي، مكتوب عليه شاومي مش مكتوب عليه ريدمي، وده بيكون افضل في ناحيه الخامات وتجربه السوفت وير احسن مع سرعه برضك او اولويه في التحديثات. انت كده باشا، باشا شاومي بيقدم لك شاشه اموليد مليار لون، شاشه كبيره ومعدل تحديث 120 هرتز عشان تاخد بقى ايه افضل تجربه في الاستخدام، مع تصميم شيك ومش بس شيك ده قوي كمان، عشان هنا جلاس ساندويتش اللي هو الازاز على الظهر والشاشه، مع احدث ازاز حمايه من جوريلا جلاس، جوريلا جلاس فيكتس. معالج بقى ممتاز ديمنسيتي 1200 بيهندل معاك الالعاب الثقيله بكل اريحيه يا جدعان. بيقدم لك كمان الكاميرا الاساسيه 108 ميجا بكسل وكاميرا اماميه 16 ميجا بكسل، البطاريه الكبيره اللي هي معلقين عليها ال 5000 ملي امبير مع الشحن الصاروخي 67 واط. دي بقى ايه الاستيريو سبيكرز بقى وايه وكاميرات شاومي عليهم، ويعتبر من اكتر الموبايلات يا جدعان اللي تعتبر شبه متكامله دلوقتي. سعر شاومي 11 تي 9990 جنيه، 8 جيجا رام مع 256 جيجا مساحه داخليه، وصدقني الحق قبل ما سعره يعلى عشان ده يعتبر صفقه. في بقى من 10000 جنيه لاقل من 12000 جنيه في بلاك شارك 4، وده نسيت اقول لكم ان ده الفرع واللي هو بتاع الجيمز بس من شاومي. بلاك شارك 4 الموبايل ده بيقدم لك معالج ممتاز جدا سناب دراجون 870، اكبر نواه في الاس او سي دوت بتوصل ل 3.2 جيجا هرتز جاحد، ومعالج رسومي ادرينو 650، شاشه كبيره من نوع سوبر اموليد، ولو وقع علينا في الريفرش ريت لا ولا 90 ولا 120، خد لك 144 هرتز. والمعروف يا جدعان او الاسطوره بتقول ان موبايلات الجيمرز مش بتركز على الكاميرات، فبلاك شارك هنا بيقدم 3 كاميرات الاساسيه 48 ميجا بكسل وكاميرا السيلفي 20 ميجا بكسل، وبتاخد واحد من اسرع سرعات الشحن الموجوده دلوقتي في مجال التك عامه 120 واط. عارف يعني ايه؟ بطاريه كامله في 17 دقيقه بس، بيرفكتو، وبطاريه كويسه 4500 ملي امبير. في اكيد بردك ايه كماليات بقى بتاعت زي الستيريو سبيكرز، بالاضافه للموبايل ده خلي بالك روش قوي عشان موبايل جيمرز وكده، فالديزاين بتاعه تحفه. سعر الموبايل دلوقتي نسخه 8 جيجا رام مع 128 جيجا مساحه داخليه 11000 جنيه، كويس جدا. بص بقى يا جدعان وركز معايا، ما تشتريش بوكو اكس 4 برو 5 جي اللي هو فئه ال 8000 جنيه، ابعد عنه، قيمه مقابل اي حاجه ثانيه بس مش سعر. ما تشتريش برضه ريدمي نوت 11 برو 5 جي والنوت 11 برو بلس 5 جي، بيقدموا قيمه مقابل ضحك برضه، وكان نفسنا بصراحه يكون في بدائل افضل في الفيديو دوت، بس زي ما قلت قبل كده يا جدعان دلوقتي اسوأ وقت شفته في سوق الهواتف، وشاومي تعتبر هي الوحيده اللي بتطبطب علينا شويه، الباقي في الضياع. في برضك تذبذب كبير قوي في الاسعار وتحديثات الاسعار بزياده، يعني كل شهر ولا كل شويه تلاقي تحديثات جديده، وعلى فكره في موبايلات ممتازه بتنزل بره من شاومي بس مش بتوصل لنا هنا. ليه كده يا شاومي؟ حرام عليكم ليه؟ وتاني باكد لو حد تعرفه جاي من بره يجيب لك موبايل من دول معاه هتبقى صفقه جحده، عشان ده موبايل جامد قوي وهيكون واقف عليه خلي بالك زي الموبايل اللي قلت عليه كده في حدود 6000 جنيه اللي هو بوكو اكس 4 جي تي دوت، واتكلمنا عنه من كام فيديو، هسيب لك الرابط بردك بتاعه تحت الفيديو لو مهتم. ويا ريت لو معاك اي موبايل من اللي اتكلمنا عنه في الفيديو يا ريت تشاركنا تجربتك برده تحت في الكومنتس او في التعليقات، ولو حابب نكرر فكره الفيديو ده بس من سامسونج مثلا او حاجه ثانيه ممكن تكتب في الكومنتس. وبس ما تنساش اللايك الجميل، سبسكرايب لو لسه، وتابعني على انستغرام. كان معاكم محمد نوار واشوفكم في فيديو رايق جاي. Peace.